ممكن أعرف أنت جايبني لحد هنا ليه؟ أنت عايز تعرف إن أنا شغال مع هتلر ولا لأ؟ صح. صح. يا زين. شغال مع هتلر. وبتقولها في وشي عادي كده؟ مش خايف مني؟ لا مش خايف. عشان بقولها في وشي زين أخويا. مش في وشي زين معاون المباحث وزميلي. وأنا ماليش إخوات. عايز تتكلم معايا اتكلم معاك كزين معاون المباحث. أو بمعنى أصح عدوك. ماشي. أنا بس حبيت أتكلم معاك عشان خاطر العيش والملح. عيش وملح؟ تعرف أنت يعني العيش والملح. العيش والملح علمك إنك تخون صاحبك وتأذيه؟ أنا عمري ما أذيتك. شغلك مع هتلر في إيه غير إنك تأذيني؟ بشتغل معاه في حاجات مالهاش علاقة بيك يا زين. بسهل له نقل حتة المسار، أعرفه أماكن اللجان. حاجات كلها مش هتضر حد. بس هتفيدني أنا. فاكر يوم ما حلفنا القسم يا زياد؟ فاكر لما بكيت؟ قلت لي أنت إزاي تبكي في يوم زي ده؟ قلت لك علشان دي أتقل مسؤولية شلتها في حياتي. ما تفكك يا ابني من الشعارات الكذابة دي. هتلر اللي أنت بتحاربه ده ابنه ما عادش يومين في النيابة. عارف ليه؟ علشان السلطة دلوقتي مش سلطة قانون، سلطة فلوس. أبويا كان عايش بالشعارات الكذابة بتاعتك دي. في الآخر خد إيه؟ طلع لوع على المعاش. عيشنا عمرنا كله في حتة شقة في مدينة نصر 90 متر. أنا معاك. أبويا طلعني ابن ناس. بس ما سابليش اللي يعيشني وسط ولاد الناس. شغلي مع هتلر واللي زيه عوضني عن كل الحرمان اللي أنا شفته. لو كنت رضيت بمرتبك يمكن ما كنتش تعرف تعيش في المستوى اللي انت عايش فيه دلوقتي. بس كنت لما تحط راسك على المخدة كنت هتعرف تنام. كنت هتعرف تبص لروحك في المراية. المراية اللي لو بصيت فيها دلوقتي مش هتعرف نفسك. أنا كل ده مش فارق معايا. أنا اللي فارق معايا حاجة واحدة بس. إنك لازم تعرف إن أنا عمري ما أذيتك. اللي يأذي بلده ويخون مهنته ويقبل على نفسه الحرام يخون أي حد حتى لو صاحبه الوكل ما عيش وملح. ماشي يا زين، أنا عملت اللي عليا. عايز تصدق صدق، مش عايز تصدق أنت حر. سلم نفسك يا زياد. كل اعترافات اللي قلتها بتسجل صوت وصورة. خدوا على البوكس. بقول لك يا اخينا، ما شفتش ملف ازرق كان جنب هنا؟ يبقى انت بتدور على ده. روح الله يسترك يا رب. قلبي وجع. الله يحفظك يا رب وينصرك. الملف ده فيه ايه؟ ده فيه عمري كله. لا للدرجه دي؟ لا اكتر من الدرجه دي. الملف ده اللي هقدم بيه في كليه الشرطه. يبقى ليك قريب سفير، وزير، لواء. انا عبد فقير لله، مواطن عادي رايح يقدم في كليه الشرطه. مش لازم يعني يكون ابويا لواء ولا امي وزيره عشان اقدم في كليه الشرطه. تصدق وتامن بالله؟ لا اله الا الله. ما انا عرفت انك رايح تقدم في كليه الشرطه من البرازر اللي انت لابسه ده. برازر؟ ايوه. خدتش بالك من السيستر اللي تحت ايدي؟ لا بامانه الله شيك خالص. طب ولما انت يا مسكين يا فقير يا محتاج عارف ان ما وراكش ضهر هتروح تهبي بيه هناك؟ يا جدع الاحباط اللي على الصبح ده، يا جدع بشر ولا تنفره، يحرق ابو قعدتي جنبك. انت طلعت لمنين انت؟ انا رايح اقدم انا كمان في كليه الشرطه. واه ده انت خبيص خبص وعمال تلف ودور. وما انت رايح تقدم في كليه الشرطه؟ ليه الاحباط اللي انت عمال تقوله ده؟ وانت بلبسك ده واضح ان ما فيش مندوب شرطه في عيلتكوا حتى. تقدر تقول ده فراغ. نجحت. قال لك الباشا رايح الباشا راجع.
ما نجحتش، ما قالش الباشا رايح الباشا جاي، خلاص. أعرفك بنفسي، تعلب صفي الدين الدهشان. تعلب صفي الدين؟ طب صفي الدين سمى تعلب كيف؟ عموما فرصة سعيدة يا أخ فوكس. أمال إحنا وصلنا فين؟ جا سلم لي على الحاج ربيع. السلام عليكم. السلام عليكم. فين؟ صدقت إنك ظابط من دلوقتي هتفترى على الغلابة؟ مش ندفع حق القصب؟ يا صاحب المحل يبقى ولد خالي يا ده أنت. ولد خالك عاد وجاي تشربني قصب؟ شربني كاكتيل يا أخي. إيه الكاكتيل ده؟ كاكتيل ده كوباية فيها جميع أنواع الفاكهة، بطيخ، أسناس. أسناس؟ اللي هو الأناناس يعني؟ أيوه أسناس، أناناس ما هتفرقش يعني. علي النعمة، أنت اللي قال لك تقدم في كلية الشرطة ظلمك. ليه عاد؟ بدلة الظابط ما تخيلش عليا، ده أنا مولود باشا. أنت ما يخيلش عليك غير قميص السراية الصفرا. أنا مش عارف أنت طلعت لي منين، تعال. صاحبك يا جدع. جرى يا زين؟ أنت عشان ربنا كرمك وجبلت في كلية شرطة تدوس على الناس ولا إيه يا عم؟ ما أنت عارف لا أخلاقي ولا تربيتي. أنا اللي أعرف إن البدلة بتغير. بتغير الناقص بس. حتى الناقص. لو اتغير ما يعرفش يعمل معانا حاجة. طبعًا، طول ما أنت ماشي صح، محدش يعرف يعمل معاك حاجة. صح ولا غلط؟ لا. ما أنت لو غلط هيتعمل معاك الغلط. إيه؟ بتبص على سيجارك دي ليه؟ تاخد نفس؟ ما بشربوش. دي سيجارة حشيش. تصدق كنت فاكرها عسلية؟ لا يكون شيطانك وزع كازين تقبض عليا بيها. طب أقبض عليك كيف؟ أقبض عليك كيف وأنا لسه طالب في الشرطة؟ بس والله العظيم يا مسعد هيبقى من بختك لو خدمت في جنة، لأن ساعتها مش هتعرف تمشي بسجارة الحشيش بس، لا، ده أنت حتى مش هتعرف تمشي من غير رخصة. يا راجل يا مرة. والأيام ما بينا وبتجري بسرعة يا زين. جدع انك اديته على دماغه. واد شايف نفسه على خلق الله. اللي يشوف نفسه على اولاد الجناوي يبقى على موته ناوي. يا ابويا واد عمي. عارف يا زين؟ انا حبيت قوي مرسي جميل عزيز. كلامه فيه احساس حلو كده. هو كتب ايه تاني لام كلثوم؟ كتب لها الف ليله وليله. قال فيها ايه؟ عندي لك اجمل هديه. كلمه الحب اللي بيها تملك الدنيا وما فيها. واللي تفتح لك كنوز الدنيا دي. قولها ليا، قولها للناس، للطير، للشجر. قول الحب نعمة مش خطية. الله محبة، الخير محبة، النور محبة، فيروز محبة. يا سلام، مرسي جميل عزيز قال فيروز محبة؟ لا، الحقيقة دي من عندنا. وبعدين محدش يستجري يقول فيروز غيري، مع احترامي يعني المرسي جميل عزيز. هو حد يستجري ياكل زين غيري؟ نفسي اعرف مين اللي اخترع الاكل بالشوكه والسكينه عشان اضربه بالنار. تعرف اجمل حاجه حصلت لي في حياتي ايه؟ ايه؟ إني قابلتك وحبيتك وتجوزتك. أسروا علي حاسسهم قاعدين في الكوشة. آه فعلا. شكلك نويت خلاص يا اس. ما انا قلت حصلكوا يعني، ولا اشمعنى انت؟ لا لا، انت بتقول ايه؟ اسر لسه صغير جدا على الجواز. فاتن، مفيش احسن من الجواز بدري. فعلا انا مع رايك يا صلاح. انت ايه رايك يا زيني؟ ده مش رايي يا عمي، ده راي الرسول اللهم صل وسلم وبارك عليه. عليه الصلاه والسلام. من استطاع منكم الباء فليتزوج. الجواز البدري عفه. انا بقى رايي مختلف، لان اكبر نسبه طلاق بتحصل لما بيتجوزوا هما صغيرين. بالظبط، انا عن نفسي بصراحه مأيده كلام مامي جدا.
يا جماعة موضوع الجواز ده ملوش علاقة بالسن خالص، ده له علاقة بمستوى النضج وتفكير وعقل كل حد فيهم. ربنا يكملك بعقلك يا مراتي يا حبيبتي، إن شاء الله متجوز سكرات. الله محفوظ يا آسر، خطيبتك من يومها وهي قمر. ليه بقى؟ وهو آسر وحش؟ طب آسر كانوا بيجروا وراه ملكات جمال. وهو أنا مختار واحدة محروقة يا طنط. ما هو مختار واحدة زي القمر أهي. إيه يا زين في إيه؟ إيه يا زين؟ أنت هتعكس قدامي ولا إيه؟ أنا بحاول أفض الاشتباك. شايفة مامتك بتحدف البنت كلام زي الطوب. وبعدين وأنا بكذب، بنت فعلا زي القمر. تاني؟ طب خليك بص هنا. كده. طول عمري بقول أماكن دي فيها شان وما يجيش منها غير وجع الدماغ. خلاص يا زين بعدين بقى. أنتوا رايحين فين؟ يا عم وأنا داخل الجنة، عايز صاحب المحل. أومر. أنا ظابط مباحث زين الجناوي، والراجل ده جوز أختي. وتقلب كرامته هنا في المكان ده، فعايز صاحب المحل عشان ما اروحش اعمل محضر واقفل لكم المكان ده. تقفل ايه؟ اقفل لكم المكان ده. تقفل المكان ده؟ طب يلا يا بابا اتكل على الله انت والراجل اللي معاك. انت مجنون يا ابني؟ ده ظابط بوليس. دي المشكله دلوقتي، دي المشكله، انا هنشر البتاع ده فين؟ ينفع كده؟ ما يعرفش ان اللي هين ظابط شرطه يبقى حط نفسه في ورطه. عارف شكلهم العيال دول؟ اه تعال. هو ده واحد منهم ده. هو ده اللي عكسها اللي هناك ده. خلاص واقفين يا بس. اقول لك خد حقك منه. طب تعال. بقى انت عايز صلاح او اقتنع؟ بص على الوش ده وافتكره كويس عشان ده اللي هيبقى. بس كفايه الواد مات. عشان خاطرك يا زين. يلا. مرحبا. انا قلت لك، انا قلت لك الاماكن دي فيها شطار. دي اخرة اللي يشتغل في الاماكن دي. الاماكن دي فيها شطار. صح. حاول ولا قوه الا بالله. قلت لكم ظابط. بالله عليك ما تيجي الاماكن دي تاني. لا انا مش هاجي غير معاك. استغفر الله العظيم واتوب اليك يا رب. بقول لك ايه؟ الخمر على الهدوم بتنقض الوضوء. بس انا كنتش عارف ان جوز اختي بروسلي. مش عارفه في ايه، عمال اكلم آسر وبكلم زين، الاثنين ما بيردوش. انت قلقانه ليه؟ اكيد بيجيبوا حاجه جوزها بينهم جايين. اتصل تاني يا بنتي خلينا نطمن. انا مش فاهمه ايه القلق اللي انتوا فيه ده. اهو جم. مالك يا بنتي في ايه؟ البطل. ايه ده؟ إيه والله مخلفه بطل. يا نهار ابيض ابني، مالك انت وشك متشلفص في ايه؟ خير ايه؟ كلها حاجات سطحيه. سطحيه دي اجيب لك وديه مستشفى. مستشفى دي مستشفى مضروبه. يا ماما ايه المبالغه؟ مستشفى ايه؟ ما انا واقف قدامك زي الفل اهو. كلها حاجات زي الفل. ايه بس بخلقتك دي؟ ده انت مليان دم. احكي لنا يا ابني ايه اللي حصل بالظبط. يا بابا خناقه صغيره جدا، الباونسرز بتوع المكان اللي كنا صارين فيه بس غبوا كده، فانا علمتهم الادب يعني. الله اكبر. وربنا يا عمي لو مخلف هركليز ما يعمل اللي انا شفته ده. دخلت لقيتهم كوم كل البارنسر دول في المكان. الله هو بايده الشمال يطير سبعة. اللي مخلف فريد شوقي مش هيعمل كده. لا ما واضح واضح. واضح ان هيركليس كان بيضرب الناس بوشه. انت بتضحك؟ وربنا بطل، اللي انا شفته بعيني ما يتوصفش غير ببطل. انا متاكده ان ابني اسد. انا شفت بعيني. يلا ولا ايه؟ الوقت اتاخر، ممكن تروحي؟ شكرا. يلا انت بتهزر، انا مش هسيبك كده على فكره. بقول لك الوقت اتاخر، اكلمك كلها. اتفضلي. باي 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 طنط. باي باي يا اختي. انت مش عايزه تنامي هنا ولا ايه؟ تصبحي على خير. خلاص بقى زين. انت اخويا بجد والله العظيم هم بتوع برود اللي لازم يروحوا كل يوم بالمنظر ده. خلاص بقى ايه حضن المطار ده؟ انت هتغيري عليها حتى من اخوكي. قدمت الدعاء قبل كده يا ابراهيم؟ حصل من يجي سنه. كان رد اهلها ايه؟ رفضوا. طب سألت روحك رفضوا ليه؟ عشان سمعتك. للبلد كلها بتتكلم عن ابراهيم انه بيلف ورا الغوازة من فرح لفرح. البلد كلها بتتكلم على ابراهيم انه بيشرب حشيش ومخدرات. تقوم انت مشغل دماغك تقول لا انا هفضل زي ما انا وافكر شويه، اتهجم على دعاء نط من الشباك وادخل لها تصرخ دعاء يحصل فضيحه في بيت الحاج عيسى. وي
ما يبقاش قدامنا غير حل واحد كيف ما بيحصل في كل قضيه شبه دي، ان احنا نحكم بالجواز. بس انه بدي ابراهيم مش هيحصل كده. كانت شرط مين دي يا ابراهيم؟ امي. امي اللي قالت لي اعمل كده. طب يعني راجل مال وهدومك زيك بشنب ودجل يقبل ان يبقى قدام الرجاله دي كلها شروط امه؟ لا انا شفت امي. تقبل ان يبقى عندك ضره يا ام ابراهيم؟ لا ما اقبلش. هيبقى عندك ضره يا ام ابراهيم. كلام صح حكيم ولد حكيم. يا شيخ اصبت اصبت يا زين يا ولدي. قررنا نحن المجلس ان الحاج ابو ابراهيم يكتب كتابه الليله على دعاء. احنا مش موافقين على اللي بتقوله دي. اخرس يا حرمي. ومهر دعاء فدانين ونص، وتعويضا لاساءه سمعه الحاج عسوي 5 فدادين من الحاج شندي للحاج عسوي. حرام عليه. حرمه عليك عيشتك، اقفل خشمك. وتعويضا لاساءه سمعه عكاشه خدعاء 2.5 فدانين. ايه يا ابراهيم؟ اتحرمت عليك ليوم الدين، بقت مرة ابوك، بقت في مقام امك دلوقتي. يلا قوم حب على راس مرة ابوك. قوم. حاجة مين دي امرها منك ليه؟ كبير. طالما فكروا يجيبوني لحد هنا يبقى ما حدش يخرج مني وهم على رجليه.
سلم نفسك يا سيدة سبحة. من يوم ما خدمت في جنة وأنا متابعك كنت عارف إن ما حدش هيجرى ويجينا لحد هنا غيرك. أنت زين الجناوي. أيوة أنا زين الجناوي. فكوا الكلبشات واطلع بره يا رضا. أمرك يا باشا. مين اللي محرضك؟ محدش حرضني بيه. وانا من جايبك اتسامر معاك يا روح امك وعزة جلالة الله هقتلك. بالراحة يا زين الواد حبيبي في ايديك. بعد وعزة جلالة الله هقتلك. مين اللي حرضك؟ اطلع مين؟ اطلع. بعتك تقتل مين؟ هقتلك نبيه. مقابل ايه؟ عشان يعزوني. أنا عارف إن مالكش صالح بحاجة، وعارف إنه مكاريك، وحق مع هتلر مش معاك أنت. والله العظيم لو قلت الحقيقة ألقى بجنبك. تعرف إيه تاني؟ يا بيه أنا كل اللي عايزه قلتهولك. نرجع تاني. هتلر مش هينفعك. الوحيد اللي ممكن ينفعك هو أنا. تهمتك شروع في قتل. وأقدر ألبسك ثلاث أربع تهم تانيين، وأقدر أطلعك منها. أقولك جاي تحييني بفرحي. ضربت عيارين، رصاصة طلعت طيشة جت في العريس، مش هتاخد فيها يومين. خلاص يا زين، الواد جاب كل اللي ببطنه. مين اللي قتل الواد في الحجز؟ معرفش يا بيه. نرجع تاني. وعزة جلالة الله هقتلك وما هاخد فيك يوم. مين اللي قتل الواد في الحجز؟ أسألك سؤال أسهل. مين اللي حرض على قتل الواد؟ رئيس هتلر بيه. فبعت خمس رجال دخل الحجز وعجبهم. مش الخمس رجال دول اللي دخلوا قبل قتل الواد بيوم؟ هم اللي شهدوا عليك ان انت اللي قتلته. يا ولاد الحرام، وانا برضو كنت مستغرب ان العيال سابت انا كلها وجايه تتخانق قدام الاسم. دول مخططين بقى. انت تسمع عني يا ضو. تعرف ان زين الجناوي عمره ما رجع في كلمته. راجل وتقول الكلام ده في النيابه. ابوه أقول يا بيه، بس تضمن لي الأمان يا بيه؟ أضمن لك الأمان. رضا، أمرك يا باشا. خد ضوء على الحجز. امشي قدامي. امشي. عازي، براءتك جات لك لحد عندك. الحمد لله. عبد الله على السلامة. الله يسلمك يا أبو صالح. أبو صالح ده دلع جديد ولا إيه؟ اهتمامك بيه اهتمام أب بابنه. إصرارك إنه يبقى موجود هنا وعايش وسطينا وأنت عارف إن ده بيوجعني. ده إصرار أب خايف على ابنه. ابنه وأب. ده هبلة؟ أنا كنت هبلة فعلاً. كنت هبلة لما كنت بتقوم من جنبي في عز نومك وتنزل تطمن على ولد مش ابنك. كنت هبلة لما شفت صورتك مع أمه بعيني وطنشت وعديتها. كنت هبلة لما صدقتك السنين دي كلها وانت كذاب وخاين. الكلام الفارغ اللي بتقوليه ده، ده مش كلام فارغ، دي الحقيقة. اللي هي ايه الحقيقة دي؟ دي الأشعة اللي بتثبت إن أنت بتخلف، وكنت ضحك عليا كل السنين دي كلها وفهمني إن أنت ما بتخلفش. هتضحك عليا بإيه تاني دلوقتي يا أبو صالح؟ أولاً أنا مخلفتش، مش هخلف غير منك. يمكن غلطت إنك كدبت عليكي، بس والله العظيم أنا كان قصدي. بلاش كلام الأفلام ده، خلاص ما بقاش هيكون معايا. وهتقولي إيه تاني؟ إن أنت كنت بتعمل كده عشان مشاعري والكلام الفارغ ده؟ والله ما كلام أفلام ولا كلام فارغ. أنا فعلا كنت خايف على مشاعرك ومش عايز أزعلك.
فقلت العيب عندي مش عندك. إننا وأنت واحد. إنما الكلام العجيب اللي بتقوله ده وادبني وخلفته ميتة وإزاي وكيف. حقك تزعل. بس والله العظيم دي الحقيقة. الحقيقة الوحيدة إنك كذاب وخاين وزبالة. بقول لك إيه؟ أنا مش مجبر أحلف لك ومش مجبر أستحمل إهانتك دي. لو اتربيت على إن أمك تهين أبوك هنا على القبر بيت. أنت بتمد إيدك على إيدي. طلعني طلعني.